السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ما شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحلوة سهلة كتوجد بالزربة، ما فيهاش بزاف ديال المقادير. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتبعوا الفيديو حتى الاخر. الا كنت اول مرة كتشاهدوا القناة فضلا وليس امرا ضغط على زر الاشتراك وشكرا وشكرا جزيلا. ندوزوا ان شاء الله الطريقة، وفي نفس الوقت نذكر لكم المكونات. عندي 250 غرام ديال الزبدة، وعندي جوج كيسان ديال السكر سنيدة، عندي 4 ديال البيضات، عندي معلقة ديال المربى ديال المشمش، وعندي واحد كيس ديال السكر فاني. تقدروا تعوضوا بقشور الحامض يعني، ولا قشور ديال الليمون. النكهة المهم راكم عارفين النكهة، وكلها النكهة اللي زعما كلها ممكن ديروا اي نكهه. هنا نتوما غير خدموا الزبده، وانا مع التصوير يعني اضطريت انني نحط كل شيء من الاول. نتوما ديروا الزبده مع السكر حتى كتذوبوا الزبده، وكتولي حتى كتذوبوا السنيده وكتولي الزبده لينه. وتضيفوا المكونات الاخرين يعني، نضيفوا البيض وشويه بشويه، وديروا خبيصه ديال الملح. صافي، هنا بعد ما خلطت كاع العناصر اللي ذكرت، عندي هنايا الدقيق. كنضيف الدقيق شويه بشويه يعني باش ما تجينيش الحلوه ديالي قاصحه. غادي نبقى ندير عي شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجين اللي هو عجين لين، وان شاء الله ونكملوا تتمه ديال الفيديو. هنا انا استعملت القصعه حيت هي اللي كبيره يعني، وغادي نتحكم فيها يعني، غادي نخدم فيها على راحتي. صافي، هنايا بعد ما كنجمع الحلوه ديالي ها هي، كتشوفوا راه مقاس حمر. المهم عجينة لينه وصافي. غادي نحاول نقسمها، نقسمها على 4 ديال القطع، باش كل جزء غادي نسمو بنكهه. المهم انا غادي نحاول نقادهم باش يوليو بحال. المهم انتم تقدروا تضيفوا ليها تضيفوا شويه ديال الحليب المجفف، واحد المعلقه، وايضا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الفرماجات سواء مربعين ولا مثلثين، كيزيدوا لي واحد اللذه الحلوه هذه. بالنسبه للشكل الاول غادي نضيف له واحد شويه ديال الفيرميسيل. غادي نحاول ندخل فيها داك الفيرميسيل يعني بلا ما ندلك يعني، غادي نحاول عين ندخل فيها الفيرميسيل مزيان، وندوز ان شاء الله باش نديرو الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني غادي ندير له اللوز مطحون. طحنت واحد شويه ديال اللوز يعني مقرم، حمرته في الفران وطحنته ودرته. وبالنسبه للجزء الثالث غادي ندير له، غادي نسمو بواحد شويه بشويه ديال القهوه وبكاكاو كاكاو غبره ولا كاكاو. درت هذاك اللي تيديروا الدراري في الحليب. وبالنسبه لهذا الشكل هذا صافي، غادي نخليه كيف ما هو يعني، ما نضيف له حتى شي اضافه، غادي نخليه هو صافي. غادي نحاول ما امكن كل شكل نخرج منه كل جزء نخرج منه شكيلات. وكنتمنى كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تقبلوا عليا على فيديو يعني خفيف ظريف. بالنسبه للشكل الاول ها هو، درته في الطاوه بعد ما كورته كامل. وبالنسبه للشكل الثاني، غادي نحاول نحط اللوزه في الوسط ديال ندير، غادي يعني شكل كويره ديال الحلوه كيف ما شفتوا. غادي نحاول ندخل اللوزه في وسطه. هذا هو الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثالث انا كنسرحو غادي نقطعو يعني، قطعو باي قطع عندكم سواء مربع ولا مثلثه، ولا انا قطع بواحد الكاس صغير عندي يعني. غادي نحاول ما امكن يعني نخدم عيب داكشي اللي عندي في الدار. المهم غادي نستمر بحال هكا حتى غنقطع كامل سميتو. غادي ندوزو للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث فخليته حتى هو يعني غير شكلته صافي. وهذه هي الحلوه ديالنا بعد ما كتوجد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للشكل
الشكل اللي قطعت معكم اللي اتسرحت قطعت بالكاس راه حطيت فوق منه كريكيعات. وبالنسبه للشكل اللي خليته سامبل راه خليته درت له الكونفيتور والكوك. وبالنسبه للشكل الثالث هو كيف ما كتشوفوا يعني خليته عادي كيف ما هو.